حقيقة هذه مناسبة يعني أولا كنقدموا العزاء لجميع الأسر يعني المكلومة مساكن اللي ضاعوا لهم الأسر ديالهم وهذا إن لله وإنا إليه راجعون والخير إن شاء الله فيما سبق إن شاء الله. أول حاجة أول ملاحظة هو أنه المغاربة قاطبة من طنجة القويرة بينوا على التضامن الفعلي تضامني بصراحة يعني أنا فاجئني ما نكذبش عليه فاجئني هذا التضامن ديال المغاربة. أنا هذا الشيء اللي قدموا المغاربة من تضحيات كاين اللي مشى مسكين غير بسيارة يعني كاع ما 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 ماشي حتى سيارة وهز المسائل ديالو باش يساهم ويقدم المساهمة ديالو لهذوك الناس المتضررين. كاين واحد الدفعة بالنسبة لأول مرة فاش ظهر يعني كان هذاك الشيء ضعيف الحق هي يعني ولكن على ما يبدو لي على انه المسائل راه صعيب حقيقة راه صعيب راه حنا الواخر كنتكلموا راه هذا راه زلزال وراه بزاف ديال الدواوير اللي تضرس راه صعيب بين عشية وضحى باش تلبي كاع الطلبات لجميع الناس. وبالنسبه حنا الخيام يعني ما داك لا حدود لا انا دابا ولينا باغيين غير الناس اللي يعاونوا بصراحه الناس اللي يعاونونا لانه داك الشيء راه كثير الناس راه كاين الطلبات على الخيام الواقع هو هذا وفواحد الظرف وجيز صعيب الحال خص المواطن يسوي يتعاون معنا رمزي راه الناس راه تضحيات راه زلزال هذا راه ما داخلش في اللغه ديال البيزنس هادو راه تضحيات الشريف هذا راه خص بنادم يضحي بلادنا هادي وحنا هادشي راه غريب علينا وجديد علينا الحق هي هادي وراه الخيمه على حساب راه كاين الخيمه تهز 10 كاين 20 كاين 30 على حسب الطلب فهمتيني على حسب الطلب كاين اربعه وكل حاجه وهذا نعم انا راه بلاستيك انا يتحملوا علاش يتحملوا بيان سور راه مخدومين بواحد لاماتير ما يدوزوش الماء نهائيا رايت ما يلقوا الحلول ان شاء الله وعلى بيبدوا الحلول الدرجيه ان شاء الله. المغاربه شوف المغاربه ما تيتخلوش على بعضياتهم سيرتو في هاد الظروف هادي كون متاكد هادوك المغاربه كلهم يقدروا يستقنوا من الناس المغاربه اخرين في ديورهم والله يهديهم هاد النوع صاحبي خاص شويه الوعي وهذا هادي مساله وطنيه هادي تضحيات من اجل الوطن وابناء الوطن يعني ما يمكنش يدخلوا البيزنس مع 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 هاد الاشياء عيب وعار عيب فهمتي. هاد الخيام ما كان عندهم خروج وكانت الامور شويه ناقصه الحمد لله من الخطاب ديال سيدنا هذا كيجيو الجمعيات كيجيو المغاربه كيجيو المحسنين كيجيو وفود والناس راه متضامنه حنا كنخدموا ليل ونهار ولكن الاجر قليل باش يثبت الاجر لجميع المغاربه هادشي راه كيفرح باش هرست الكارثه الناس كانت كتبكي وكانت الحمد لله من الخطاب ديال سيدنا لهنا كلشي المغاربه كيضامنوا كتشوف واحد الحاجه اللي كتفرح اسيدي راه كاين الناس اللي كيجيو بفلوسها ضيع وقتها بالامور نفع كلشي الله يثبت الاجر للجميع كاع اللي ساهم مع خوه المسلم واللي عاون هذوك الناس اللي راكم شتوا هذوك الناس اللي لهيه والله العظيم الى القلوب راه دمات خذ لاجر ديال ناخذ الاجره ديال الخدامه ديال الدراري اللي كان الانسان راه كيتعاون كيمشي في الوقت وصافي شي حاجه لا حتى حاجه ما كتفرح هو هادشي ديال الخزين اللي كنطلبوا من الناس كاملين اللي غادي يهدي شي حاجه اللي غيدي شي حاجه لخوه المسلم يدي شي حاجه مزيانه ما يديش الثوب حيت الثوب كيدخل الشتاء كيدخل البرد كيدخل الماء كتر الى رابط عليها الخيمه ما يدي شي حاجه ديال الحديد ويدي الباش البي في سي اصغر خيمه هي 3 على 3 وكاينه 4 على 4 وكاينه 5 على 5 وكاينه 6 على 6 6 على 12 داكشي ديال العراس كتهز 100 ديال الخلق ولكن لا بالنسبه للسكنه خاصها يديروا فيها اربعه العائلات 4 على 4 خاصها عائله وحده باش يلاه الانسان راه ما كاينش حتى المرحات تمايا راه الانسان خاصو يتعاون اللي كيتحمل هو البي في سي والحديد يكون صحيح الكالفاليزي واخا يكون عك حل مهم الحديد راه كيتحمل احسن من العود احسن من ما كيهمناش كالفاليزي ولا كيهمنا الزوا كيهمنا الحاجه اللي غادي تخدم هادوك كنطلبوا من سيدي ربي الله يهديهم ان انا بعت الخزانه ب 10000 ريال فيها 4 على 4 50 حبه وشويه لقينا واحد كيبيع فيها ب 40000 ريال ماشي حرام ما كاين حتى حاجه ما استيمين تربحها من فلو من حاجه الدموع لا يستر العيب الله يستر العيب ديال الزلزال خاص الناس ديال هاد الحرفه يتعاونوا مع الناس خزانه كانوا كيبيعوا من يوليو 20 باعوها ب 3 المنيل وكايطون كانوا كيبيعوا ب 700 درهم وصل 5000 درهم وما لقاوش الناس مضرورين باش ما قطعتي لهم البياسه كياخذوها. احنا دابا حاليا في المحل ديالنا
هاتا كتشوفي ما خدمنا حتى شي حاجه من ديال الزلزال، خدامين مع الناس ديالنا. علاش؟ باش ما نزيدوش على الناس. انا ما قديناش ما ناخذوش درهم من الحرام، ما ناخذوش. وتهز خمسه الناس سته 60 70 خزانه كبيره. الخزانه الكبيره. لا خويا، كاين اللي كتحمل هي الوثاق الكبير ديال الحديد الكادر، هذاك هو اللي كيتحمل الشتاء. اما بالنسبه للخزين الصغار ما كيتحملوش الشتاء. واخويا اش غنقول لك، الناس خاصها تخدم بالمعقول، وخاص بنادم تكون فيه الروح ديال الوطنيه، وبنادم يتكيس على خوه، ماشي كيبغيو الناس يمصوا له الدم ديالها. الناس راه خاصك تعاون مع الناس، ماشي دابا لقاوها فرصه. حنا هاد الحريفيه ديالنا لقاوها فرصه، حنا درهم ما دخلناش من هادشي ديال الزلازل.